نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولاً وقبل الشروع وإكمال شرحنا لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، أريد أن أعرج على حدث. هذا الحدث حصل في أواخر الأسبوع الماضي واستمر إلى أوائل هذا الأسبوع، وهو ما صار من فتنة واقتتال في مدينة المتلوي في ولاية قبصة. وطبعا المسلم يحزن ويغضب ولا يرضى أن يحصل هذا، ليس لأجل هذا صار في بلده، ولكن لأجل يعني أن يحصل هذا بين المسلمين. وكما يعني قالوا أن من أشعل هذه الفتنة ومن كان ورائها هم يعني بقايا التجمع، وطبعا لا غرابة في ذلك، فإنهم يعني لطالما على مدى أكثر من عقدين يعني يحاربون الدين، يحاربون الإسلام، يحاربون القيم الفاضلة، يحاربون يعني كل ما يهم أمر أهل هذه البلاد. فنقول لا ريب ولا شك أن مثل هذا الاقتتال وهذا التناحر الذي حدث لا يرضاه شرعنا ولا يقره، وهذا من العصبية، وهذا من العصبية التي نهى عنها الدين. والاقتتال لمجرد الاقتتال وليس للعصبية وغير ذلك محرم بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وخاصة إذا كان هذا الاقتتال لماذا؟ لحزبية ولتعصب وللقبائل والعروش وغير ذلك، فهذا أشد. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهما، جاء في هذا الحديث أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، ومعنى كسع كما قال أهل اللغة ضربه بمقدم قدمه على دبره، هذا ما معنى كسع. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال الذي من المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا له: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فهذه يعني العصبية للقبائل والعروش وللبلد ولغير ذلك، هذا ليس من دين الله تعالى. الإنسان يوالي على الإسلام، يوالي على الدين، تكون موالاته يعني لدين الله تعالى، ليس للأهل والأقارب وإن كانوا حتى كفر. صحيح كلنا يحب بلده ومسقط رأسه وغير ذلك وعشيرته وأهله، لكن
أن يصل هذا الحب إلى حد الاقتتال وحد العصبية المنهي عنها في شرعنا فهذا محرم، فهذا محرم في ديننا. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو القتال الذي يكون في سبيل الله حينما يقاتل، القتال الذي يكون في سبيل الله حينما يقاتل المرء لماذا؟ لله، لدينه، ليس يقاتل يعني لأجل القتال أو لأجل العصبية ونحو ذلك من الطواغيت التي تعبد الآن من دون الله. فالواجب على المسلمين في أي مكان كانوا وفي أي زمان أن يتآلفوا ويكونوا إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. كنا قد انتهينا في شرحنا لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بيان شروط لا إله إلا الله وشيء من نواقض الإسلام. واليوم نشرح إن شاء الله تعالى في الشق الثاني من الشهادتين. الشق الأول هي قول لا إله إلا الله، أما الشق الثاني فهو شهادة أن محمد رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم شرع في مسألة الصلاة والزكاة أي بقية أركان الإسلام. الشهادة كما ذكرنا من قبل هي الإقرار والاعتراف. الشهادة أن يقر ويعترف بمضمون تلك الشهادة، لأننا ذكرنا أن الإنسان لا ينبغي ولا يجوز له أن يشهد بشيء وهو لا يعلمه، فهذا أمر واضح. لا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون يعني موقن ذلك بقلبه ويقول ذلك بلسانه. وطبعا يلزم من هذا كله ماذا؟ انقياد الجوارح لمعنى الشهادتين، انقياد الجوارح للا إله إلا الله ولمحمد رسول الله، لهذه الشهادة. سنأتي إن شاء الله تعالى على شرح الشهادة بعد بيان ما جاء في هذه الآية. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى واختاره ليكون وماذا؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. اصطفاه الله تعالى واختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. فقوله جاءكم طبعا المرسل الله تعالى، فصلى الله عليه وسلم لم يذهب للناس ويدعوهم من قبيل نفسه، بل إنما هو وحي من الله تعالى. وفي كلمة أنفسكم اختلف أهل التفسير في كلمة أنفسكم، فمنهم من قال: أي أنه من جنس البشر، أي أنه لم يأتيهم ملك مثلا مخالف لجنسهم، إنما هو بشر مثلكم يقيم عليكم الحجة. ومنهم من قال: من أنفسكم، أي الكلام موجه خصيصا للعرب، فهو صلى الله عليه وسلم عربي كما هو معلوم. وكذلك قال أهل التفسير: من أنفسكم، أي أنكم تعلمون نسبه وتعلمون أصله وتعلمون صدقه وأمانته قبل بعثته. يعني هم كانوا يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قبل
أن يرسل وقبل أن يبعث. ثم لما أجاهم بالرسالة كذبوه وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه ساحر وغير ذلك ومجنون إلى غير ذلك. فقد أوذي صلى الله عليه وسلم كما أوذي غيره من الأنبياء والمرسلين. وهذه طبعا الدعوة، وهذا هو طريق الدعوة. كل من يدعو لدين الله تعالى، كل من يحرض على طاعة الله تعالى، فهو ماذا؟ فهو معرض للابتلاء، فهو معرض للفتن. فالواجب عليه أن يصبر على ذلك كما صبر الأنبياء والمرسلين، كما صبر الأنبياء والمرسلون، عليه أن يصبر. فهذا المقصد من أنفسكم. والأقوال طبعا الثلاثة التي ذكرناها كلها يعني متقاربة، وكلها يعني لا نقول متقاربة لكن يعني كلها صحيحة طبعا من أنفسكم، أي هو من جنس البشر، وكذلك عربي، وكذلك يعني كانوا يعرفون أصل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه وأمانته وحياته وغير ذلك. قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي شديد عليه ما عنتم، ما عنتم أي البعض فسرها بالضلال، أي إذا ضللتم يعني وتنكبتم عن الطريق الصحيح وعن الصراط المستقيم فهذا يكون شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يريد الخير لأمته، يريد الخير لقومه، ومن منا طبعا لا يريد الخير يعني لغيره، خاصة من بني قومه، وخاصة يعني من أهله وعائلته. المسلم لا بد أن يحب الخير لغيره من الناس، كما هو اهتدي ومن الله تعالى عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، بالهداية إلى الطريق الصحيح، فلا بد ماذا؟ أن يحب ذلك الأمر لغيره. فالإنسان إذا رأى من من أهله ومن من أقاربه على ضلالة أو على كفر وشرك وغير ذلك فهذا لا يحبه. المرء يبغض هذا ويكره هذا، لأنه يعني يريد الخير لغيره كما يريد الخير، يريد الخير لغيره كما يريد هذا الخير لنفسه. قال حريص عليكم، أي حريص عليكم بماذا؟ حريص عليكم أي حريص على هدايتكم إلى الصراط المستقيم، هدايتكم إلى المنهج الحق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد يقول قائل الرؤوف والرحيم هما من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا لا شك، وهذا لا شك فيه. فكيف أطلق المولى عز وجل يعني شيئا من أسمائه على غيره فقال رؤوف رحيم؟ نقول بخصوص أسماء الله تعالى، أو نتحدث عموما في مسألة الأسماء والصفات. من قبل قلنا في إثبات الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا كل واحدة من هذه الأربعة لها تفصيلها، لكن نريد كلمة التمثيل. البعض قال من غير تشبيه، عوض أن يقول تمثيل قال من غير تشبيه، وقد استعمل كثير من العلماء من أهل السنة والجماعة هذا اللفظ، لفظ التشبيه عوض التمثيل. لكن البعض لم يستحسنوا هذه الكلمة من غير تشبيه، لم يستحسنوها، قالوا لأن هنالك فرق بين التشبيه والتمثيل، هنالك فرق بين التشبيه والتمثيل. ما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ حينما نقول من غير تشبيه أي حتى في أصل الصفة لا يتفقان،
وهذا خطأ. لو نمثل الله تعالى من أسمائه الرحمن والرحيم، الله من أسماء الرحمن والرحيم، هل المسلم أو هل العبد عموما له رحمة أم ليس له رحمة؟ هذا لا يشك في عقل أن للمسلم رحمة وللعبد رحمة، رحمة الأم بولدها كمثال. فنقول أصل الصفة موجود، أصل الصفة موجود للإنسان الرحمة. فإذا قلنا من غير تشبيه، أي إذا أثبتنا لله تعالى رحمة لا نثبتها للإنسان، وهذا خطأ. العلم مثلا، الله تعالى من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، هل العبد له علم؟ له علم كذلك. إذا قلنا من غير تشبيه، لابد إذا أثبتنا لله تعالى العلم لا نثبته للعبد، لا نثبته للعبد. أما إن نقول تمثيل، التمثيل هو الاشتراك والاجتماع في جميع الخصائص أو في جميع الصفات أو في الصفة بصفة عامة. يعني حينما نقول التمثيل، ما هو التمثيل؟ أن يقول المرء أن علم الله كعلم الإنسان، هذا التمثيل وهذا هو محرم، أي جعل علم المولى عز وجل كعلم الإنسان وهذا خطأ. جعل رحمة المولى عز وجل الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات كرحمة الإنسان القاصرة، هذا هو التمثيل الذي نهانا الله تعالى عنه. إضافة إلى هذا، لفظ التشبيه لم يأتي في القرآن، إنما أتى لفظ التمثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله تعالى يعني ذكر لفظ التمثيل، فلهذا كلمة رؤوف ورحيم للإنسان رأفة ورحمة، لكن ليس كرأفة الله تعالى وليس كرحمة الله تعالى، هذا ما نقوله. كذلك لا يجوز أن نطلق الرؤوف والرحيم على غير المولى عز وجل. لماذا؟ لماذا فرقنا بين رؤوف وبين الرؤوف؟ لماذا فرقنا بين رحيم وبين الرحيم؟ طبعا الفرق هنالك، عندنا الرحيم والرؤوف معرفة باللام الساكنة، أما رؤوف ورحيم ماذا طبعا؟ هنا نكرة من غير الألف واللام. الألف واللام تفيد الاستغراق، تفيد العموم، تفيد الشمول. فإذا قلنا الرحيم أي أن الرحمة واسعة، الرحمة شاملة، الرحمة عامة، ورحمة الإنسان غير هذا، رحمة الإنسان يعني قاصرة، رحمة الإنسان يعني ماذا؟ ليست شاملة كرحمة المولى عز وجل. ونقول في مسألة الأسماء والصفات، هنالك باب يذكره العلماء، باب يذكره العلماء وهو الإلحاد، هنالك باب يذكره العلماء وهو الإلحاد. والإلحاد ليس المقصود به طبعا من ينكر وجود المولى عز وجل، هذا أمر آخر، لكن الإلحاد هو الميل. كيف يكون الميل في أسماء الله تعالى وصفاته؟ يكون هذا الميل والعدول عن الحق فيها بتسمية المولى عز وجل باسم فيه ذم أو نقص، كما سماه اليهود عليهم لعنة الله فقير، فهذه تسمية فيها ذم لله تعالى، وهذا لا شك أنه كفر. ومن الإلحاد أيضا، ومن الإلحاد أيضا أن نسمي الآلهة والأصنام والطواغيت بأسماء لله تعالى، كما كانوا يسمون اللات والعزى، فإن اللات على قول بعض أهل العلم مشتقة من الله، والعزى مشتقة من العزيز، ومناه مشتقة من المنان، هذا على قول بعض أهل العلم وأهل التفسير. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته
أن نشبه صفاته أو نمثل بالأحرى صفاته بصفات المخلوقين، نقول يد الله كيد الإنسان أو وجه الله كوجه الإنسان وغير ذلك، فهذا طبعا لا يجوز، وهذا كفر كما قال العلماء، فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فيه تمثيل للخالق بالمخلوق. وكذلك من الإلحاد في الأسماء والصفات أن نعطل ونجحد هذه الأسماء أو الصفات، كقول المعتزلة أن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وغير ذلك، أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات. فلا بد في باب الأسماء والصفات ماذا؟ أن نثبتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. مسألة أخرى في الأسماء والصفات، أحيانا بعض العلماء عوض أن يستعملوا كلمة تحريف يستعملون كلمة تأويل، يقولون إثبات أسماء والصفات من غير تأويل، عوض التحريف استعملوا التأويل، وهذا كذلك انتقدوا بعض العلماء، قالوا لا نستعمل كلمة التحريف، لأن كلمة التأويل عند السلف كان لها معنى إيجابي. التأويل، ما المقصود بالتأويل؟ التأويل هو التفسير، التأويل هو التفسير. ابن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير ماذا سماه؟ جامع تأويل البيان سمى كتابه، وهو تفسير. أما حقيقة ما قاموا به هو تحريف، التحريف هو موضع الذم، التحريف هو موضع الذم، حرفوا صفات الله تعالى ومعانيها عن حقائقها، فلم يثبتوها كما أثبتها الله تعالى لنفسه. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هنا فسر الشهادة بمقتضاها، أما تفسير الشهادة نقول هو الإيمان والتصديق بأن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. لا يكفي أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فقط، لا، لأن الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب بعده قد آمنوا به كرسول وكنبي، لا، أن نؤمن أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأنه رسول وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه آخر المرسلين، ليس بعده نبي وليس بعده رسول، ولذلك كل من ادعى النبوة بعده فلا شك في كفره ومروقه عن الدين، وكل من زعم أن غيره نبي فهو كذلك لا شك أنه قد خرج من دين الإسلام ولم يقر بلا إله إلا الله ولا بمحمد الرسول رسول الله. نقول هذه الشهادة لابد فيها كذلك أن تعتقد أنه عبد الله ورسوله، وهذه فيها حكمة، يعني عبد الله ورسوله، طبعا رسوله ردا على من ينكر أنه نبي كالنصارى واليهود يكذبون صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي رسالته، هذا ردا عليهم، وكذلك عبد الله ردا على من؟ ردا على من اعتقد أن له شيئا من الربوبية أو الألوهية، ردا على أولئك الذين يذهبون إلى قبره ويستغيثون به ويدعونه صلى الله عليه وسلم، هذا رد عليهم، فهو عبد الله ليس له من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء.
قد يقول قائل هذا انتقاص منه، لا، هذا هو الواجب، وهذا هو الذي يريده صلى الله عليه وسلم. يدعو قومه 13 سنة إلى التوحيد، ثم يرضى بأن يكون شريك لله تعالى؟ طبعا لا، لا يرضى بذلك عليه الصلاة والسلام. فليعلم أولئك الذين يزعمون حبه ويذهبون ويدعونه ويقولون فيه صلى الله عليه وسلم أنهم على خلاف منهجه، على خلاف رسالته. وانظر إلى القلوب واسمع إلى القلوب أين وصل بهم. قال أحدهم في البردة المشهورة، قال: فإن من جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا ليس شرك في الألوهية فقط، بل حتى في الربوبية، ما يختص به الله تعالى جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. وبهذا جاءت الأدلة في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله، عابد لله، وهو رسول الله، بلغ الرسالة للناس. قوله في تفسير الشهادة، وقلنا فسرها بمقتضاها، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. الطاعة ذكرنا من قبل هي موافقة الأمر، والأمر قلنا هو طلب الفعل بالقول على وجه العلو أو على وجه الاستعلاء. لقد أجمع العلماء على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العموم واجبة، وسنذكر لماذا قلنا في العموم، وعلى أن اجتناب ما نهانا عنه، يعني نستطيع أن نربط طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، نستطيع أن نربط الأولى بالثانية. وأجمع كذلك على أن اجتناب ما نهانا عنه هو كذلك واجب، وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة والإجماع الذي ذكرناه على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة بالتشريع، خلافا لما يقولون أن الحجة في القرآن فقط. وهذا الآن يعني يروج في بعض وسائل الإعلام من قبل الرويبضة، فنقول أن الكتاب والسنة والإجماع أدلة أتت على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة بالتشريع. ما المعنى وما المقصود بمستقلة بالتشريع؟ العلماء ذكروا أن السنة تأتي على 3 أحوال. الأمر الأول أن تفسر ما أجمل في القرآن. الأمر الثاني أو الحالة الثانية تؤكد ما جاء في القرآن. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، أكدت السنة هذا الأمر. والثالث أنها لديها تشريع مستقل، أي أن السنة تأتي بأشياء لم يأتي بها القرآن. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: يعني أن السنة على قسمين، القسم الثالث والأول يعني جعلهما قسم واحد، أي أنها أنها تفسر ما أجمل في القرآن، وأنها تشريع مستقل جعله واحد. وقال أنها أيضا تؤكد ما جاء في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة. إذن ما المقصود بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الطاعة هي اتباعه فيما جاء في السنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طبعا في كتابه، وأطيعوا الرسول. لا يقول عاقل أن أطيعوا الرسول أنه الطاعة في الكتاب أيضا في القرآن، فإن القاعدة تقول أن الأصل في الكلام للتأسيس لا للتوكيد. فكلمة الرسول هنا الطاعة، طاعة الرسول، لا شك أنه سيكون لها معنى مغاير لمعنى وأطيع الله. ولذلك قال ميمون ابن مهران، ميمون بن مهران ماذا قال؟ قال طاعته في حياته باتباعه هو صلى الله عليه وسلم، وطيع الرسول في حياته باتباعه، وبعد مماته باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، أي إن اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول. المرجع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذا يعني المولى عز وجل جعله ماذا؟ شرط في الإيمان. وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى المولى عز وجل عنهم الإيمان حتى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله تعالى، فهو عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. يعني هؤلاء يزعمون أنهم يتبعون القرآن وأن الحجة في القرآن فقط، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين ونحو ذلك. إن كنتم حقا تؤمنون بالقرآن فعليكم أن تؤمنوا بالسنة. القرآن هو الذي يتبع ما جاء في القرآن، والقرآن أرشد للسنة. هؤلاء يستدلون بحديث موضوع مكذوب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بزعمهم ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلت وما خالف فلم أقل. يعني إذا جاءكم شيء عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن كان يعني موجود في القرآن فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن لم يكن موجود في القرآن فلم يقله. قال يحيى بن معين وغيره وضع هذا الحديث الزنادقة. هذا حديث موضوع مكذوب ضعيف بإجماع أهل العلم. قال بعض العلماء ردا على هذا الحديث عرضنا هذا الحديث المكذوب على كتاب الله فوجدناه مردودا. عرضنا هذا الحديث وقال أعرض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافق القرآن فخذوه وإذا عرض يعني فردوه. عرضنا هذا الحديث المكذوب على القرآن فوجدنا أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد في هذه الآية. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرم، أمر لا يرضاه الله تعالى. والسنة كذلك، من كلامه صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع ما جاء عنه في السنة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث روى الإمام الترمذي وغيره، قال إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية النسائي. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم حين الاختلاف أن نرد إلى السنة. وفي الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من يرفض دخول الجنة. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعلى هذا الأمر أجمع العلماء، أجمعوا دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعلى هذا الأمر أجمع العلماء، أجمعوا على أن السنة مستقلة بالتشريع. وحينما نقول السنة أي مراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء يجب علينا اتباعه في ذلك الشيء. إذا فعل صلى الله عليه وسلم أمرا وكان في هذا الفعل الذي فعله وجه القربة، أي تقرب به إلى الله تعالى ولم يكن خاصا به صلى الله عليه وسلم، فهذا أقل أحواله أنه مستحب. والتقرير أي السكوت، أي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسكت أو سمع شيئا وسكت، فهذا يدل أن ذلك الشيء الذي فعل أو قيل أمامه ماذا؟ أنه مباح على أقل الأحوال. مثال ذلك حديث الجارية حينما قال أين الله؟ قالت في السماء. ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ يعني إن كان قولها في السماء خطأ وعقيدة فاسدة وغير ذلك كما يقول بعض المبتدعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ومبلغ عن الله تعالى، يعني إذا رأى منكرا صلى الله عليه وسلم يقع من المسلمين يبين صلى الله عليه وسلم ويجب عليه البيان، لا يؤخر البيان. ونقول بخصوص اتباع السنة، فالسنة بهذا المعنى الذي نتحدث عنه ليس بالسنة الذي يعني بها الفقهاء. الفقهاء وما نقوله نحن يعني في عرفنا نقول السنة، يراد بالسنة ماذا؟ الأفعال والأمور المستحبة، أي أنك إذا فعلتها تؤجر وإذا تركتها لا تأثم. لكن السنة التي نتحدث عنها الآن هي اصطلاح آخر المقصود بها الأقوال والأفعال والتقريرات. فنقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توجب علينا أشياء. هنالك أشياء في السنة واجبة دل وجوبها السنة وليس الكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دلت على أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وركن من الأركان. من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، هذا لم يذكر في كتاب الله تعالى.
السنة تشرع أشياء مندوبة ومستحبة، مثال ذلك كصلوات النوافل، كصلاة الفجر، كصلاة الوتر، كصيام النوافل وغير ذلك من الأشياء. فهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء ماذا؟ لا نقول أنه واجب، بل نقول أنه مستحب. وكذلك ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم يجب علينا الانتهاء عنه. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني أكل الصقر والنسر والفهد وغير ذلك من الحيوانات، هذا محرم بنص السنة، يحرم الأكل. ويدخل طبعا والكلب وغير ذلك. فنقول كذلك السنة كرهت إلينا أشياء، أشياء مكروهة، أي الأفضل تركها، لكن إذا فعلناها لا نأثم. مثلا مسألة البول قائما، البول قائم إذا أمن رشاش البول، أي إذا أمن أن يعني يرش ببوله، لأنه إذا تبول قائما ورجع عليه بوله فهذا محرم، يجب الاستنزاه من البول. لكن إذا بال قائما، إذا بال قائما ولم يرجع عليه البول فهذا يكره، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبول قاعدا كما ذكرت عائشة في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي. كذلك الشرب قائما على الراجح من أقوال العلماء أنه مكروه إذا شرب الإنسان قائما، فإن في الحديث جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والأصل في النهي يدل على التحريم لا الكراهة، لكن القرينة جاءت وصرفت النهي من التحريم إلى الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فدل أن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما النهي للكراهة. المهم عموما نقول أن ما جاءت به السنة، هنالك أشياء يجب علينا فعلها وأشياء يجب علينا تركها وأشياء الأفضل أن نفعلها وأشياء الأفضل أن نتركها، فهذا يعني كيف تكون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشريع. وقوله وتصديقه فيما أخبر، أي أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، كل ما أخبر به من مسائل في العقيدة، من أمور غيبية، من قصص وغير ذلك، المسلم يصدق بكل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعقل أن يقول أنه رسول الله ثم بعد ذلك يكذبه. فهل رسول مرسل من عند الله تعالى عصمه الله تعالى؟ نقول أنه يكذب، لا شك أن من زعم كذب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا شك في كفر هذا، لأنه كافر ليس بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو كافر بالله، بل في هذا طعن في ذات المولى عز وجل. وقوله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، العبادة لا بد في قبولها من شرطين، الإخلاص والمتابعة. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أي هو الخالص الذي يكون على السنة، يخلص لله تعالى في عبادته، يعبد الله بوجه الله ابتغاء مرضات الله تعالى، لا يعبد الله سمعة ولا رياء ولا غير ذلك، هذا الشرط الأول الإخلاص. فإن المرء إذا عبد الله
ولكن كانت عبادته لغير الله فإن عبادته ماذا؟ مردودة عليه، مردودة عليه. الله تعالى لا يقبل إلا العمل الذي يكون لوجهه، يكون العبد يعني توجه به لله تعالى ابتغاء مرضات الله. الشرط الثاني المتابعة، أن يعبد الله بما شرعه الله وبما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع في الدين، لا يبتدع في دين الله تعالى. الإنسان إذا عبد الله خالصا لله لكن كانت عبادته على خلاف السنة، على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عبادته أيضا مردودة عليه، فقد فقد شرطا من الشرطين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث رواه البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله تعالى. على سبيل المثال، إنسان يصلي الظهر 5 أو 6 ركعات صلاته باطلة من غير، من دون أدنى شك، يعني هو قد يقول أنا أضفت ركعتين فيهما قيام وركوع وسجود وتسبيح وقرآن وغير ذلك، ما المانع في هذا؟ نقول لا. هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الصحابة حتى تصلي 6 ركعات؟ كما أن الإنسان إذا صلى الظهر 4 ركعات لغير الله كان غير مخلص وصلاته مردودة، كذلك من صلى 6 ركعات مثلا صلاته أيضا مردودة، لا تقبل تلك العبادة، لا تقبل تلك العبادة. فالواجب علينا أن نعبد الله بما شرعه الله، لا نبتدع. ما المقصود بالبدعة؟ البدعة في تعريفها يعني خلاف بين العلماء، لكن أحسن ما قيل في البدعة أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. هذا لمن أخرج البدعة من المعاملات. أما من أدخل البدعة في المعاملات ماذا قال؟ نعيد الأول الذي يعني أخرج البدعة من باب المعاملات، باب المعاملات يعني كالنكاح والبيع وغير ذلك. قالوا البدعة هي طريقة مخترعة في الدين، يعني طريقة جديدة، شيء محدث تضاهي الشرعية، لأن البدعة تناقض الشرع كما هو معلوم. يراد بالسلوك عليها، أي يراد يعني باتباعها التعبد. الإنسان المبتدع وغير ذلك يعني أرادوا ببدعتهم ماذا؟ يعني أرادوا التعبد لله، التقرب لله تعالى بذلك الأمر. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أن البدعة أخطر من المعصية. الذي يزني أو يشرب خمر أو يسرق يعلم أنه عاصي، لا يتقرب إلى الله تعالى بذلك. أما المبتدع يعني توبته ليس بالأمر الهين، لأنه يظن نفسه على خير، يعني تقول له هذا الأمر بدعة، يقول لك يعني أذكر الله وأتعبد ثم تقول لي أن هذا بدعة ومردود، هو يعني لا يقبلها، يعني خاصة يعني إذا كان مجادل ومعاند. الذين أدخلوا البدعة في المعاملات وهو الراجح والصحيح، قالوا في تعريف البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا لمن أدخل البدعة في باب المعاملات. طبعا البعض يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقد قال به بعض العلماء هذا القول أصلا، بل منهم من قال أن البدعة يعني تأخذ الأحكام التكليفية 5، عندنا بدعة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، وهذا طبعا قول خطأ، قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإن البدعة كلها ضلال،
المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، ودائما يقول، لأن هذا القول في خطبة الحاجة يقوله، خطبة الحاجة، إن الحمد لله، يقول يعني فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا كلمة كل تفيد العموم وتفيد الشمول، كل يعني لا يخرج يعني أي فرد وأي جزء من ذلك الشيء. إضافة إلى ذلك، قال العلماء أن لفظ كل إذا جاء مع الاسم النكرة فإنه يعم جميع أجزاء ذلك الاسم. مثال ذلك قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هل تخرج نفس من تلك النفوس؟ لا تخرج أي نفس، كل نفس، كلمة كل جاءت مع اسم النكرة نفس. إن الله على كل شيء، كل أتت مع كلمة شيء وهي نكرة، أي أن الله تعالى يعني قادر على كل شيء، لا يخرج أي شيء. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل وكلمة بدعة يعني معها كلمة نكرة، فالبدع كلها ماذا؟ هي ضلالة، وليس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة. يستدلون طبعا بقول عمر في صلاة التراويح حينما جمع الناس في صلاة التراويح، جماعة نعمة البدعة هي، وهذا طبعا استدلال بطلانه واضح، لأن عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح. الآن نسألهم، ألم يجمعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على التراويح؟ ألم يصلي بالناس التراويح ثم صلى بهم جماعة ثم ترك ذلك؟ لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم. إذن زال المانع، زال المانع، لأن في زمن عمر لا يوجد وحي، المانع زال. ولذلك قال العلماء أن الأمر والشيء إذا لم يكن هنالك مانع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقتضى قائم، ولم يفعله المصطفى، فهو بدعة من البدع. مثال ذلك نبين، مثلا الأذان لصلاة العيدين، لا شك أن الأذان لصلاة العيدين بدعة من البدع، فإن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يعني لم يكونوا يؤذنون لصلاة العيدين، الأذان للصلوات الخمس كما هو معلوم. الآن يأتي إنسان من باب البدعة الحسنة وغير ذلك يقول نؤذن للعيدين من باب جمع الناس، نقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله. فنقول هل هنالك مانع من أن يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هنالك مانع، يعني يذهب بلال ليؤذن، لم يكن هنالك مانع من هذا الأمر. المقتضى مسألة الجمع، يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني لنجمع الناس وليأتي كثير من الناس لصلاة العيد نؤذن، يعني المقتضى كان موجود، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونفعله نحن الآن، فهو بدعة من البدع. لو نمثل في مسألة يعني وجود المقتضى وانتفاء المانع وانعدام المانع، يعني مثلا أبو بكر الصديق حارب تاركي الزكاة وقاتله، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل تاركي الزكاة؟ لم يثبت أنه قاتل تاركي الزكاة. هل نقول أن أبو بكر قام ببدعة؟ لا نقول قام ببدعة. لماذا؟ لماذا هذا؟ لأن المقتضى غير موجود. هل وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم تاركي زكاة حتى يقاتلهم؟ لم يكن موجود. لكن هذا المقتضى وجد متى؟ وجد في عهد أبي بكر الصديق، وجد في عهد أبي بكر الصديق فقاتلهم طبعا، وكان طبعا قاتلهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، وستأتي معنا هذه المسألة في تارك الصلاة وفي تارك الزكاة. فنقول إن الابتداع في الدين في حقيقة الأمر طاعن في الشرع،
الله تعالى قال يوم أكملت لكم دينكم في الشرع. الله تعالى قال يوم أكملت لكم دينكم. أما المبتدع يعني أضاف شيء جديد لم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا غيره، يعني كأنه بطريقة مباشر أن الدين لم يكتمل. وفي البدعة أيضا نتحدث باختصار، نقول أن هناك بدعة فعلية وبدعة تركية، كما أن البدعة تكون بالفعل تكون بالترك. يعني النفر الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم يعني أصلي فلا أنام وأصوم ولا أفطر، وهذا الآخر قال لا أتزوج النساء، يعني هذا الذي لا يتزوج النساء ترك شيء. فالبدعة لا تكون دائما بالفعل فقط حتى الترك طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الإنسان يأتي الآن ويقول أنا أترك الزواج لأن ترك الزواج يعني عبادة من العبادات، نقول له هذه هي البدعة. أو يترك مثلا أكل شيء معين، شيء مباح، مثلا يترك أكل اللحم مثلا عبادة، فنقول هذا أيضا يعني بدعة من البدع. إن تركه يعني من باب يعني صحته وغير ذلك هذا أمر آخر، لكن البدعة ماذا يشترط فيها؟ أن يتعبد وينوي التقرب بها إلى الله تعالى. طبعا والبدعة منتشرة وكثيرة باختلاف أنواعها من البدع الاعتقادية والقولية والفعلية، يعني كبدعة الخوارج وبدعة المرجئة وبدعة الصوفية وغير ذلك من البدع المخالفة لدين الله. يعني هذه بدع اعتقادية، فالخوارج يدينون إلى الله تعالى ويتعبدون الله تعالى بماذا؟ بقتل المسلمين، بتكفير المسلمين، فهذه بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكذلك أولئك الذين يشركون بالله ويصرفون العبادات للقبور وغير ذلك زعما أنها تقرب من الله تعالى، أي هم يتعبدون لله بذلك الشرك، فهذا أيضا من البدع الاعتقادية. لذلك هنالك من البدع المكفرة التي تخرج من دين الإسلام بدعة الحلول والاتحاد الذي يقول بها غلاة الصوفية أن الله تعالى يحل في كل شيء. لا شك أن هذه بدعة كفرية، بل هو قول أكبر من قول اليهود والنصارى. وطبعا هنالك بدع يعني ليست بكفرية، خاصة تلك البدع العملية، لكن الواجب على المؤمن أن يجتنب البدع كلها الاعتقادية والقولية والعملية كبيرها وصغيرها، ولا يعبد الله تعالى ولا يعتقد إلا بما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة هي الركن الثاني والزكاة هي الركن الثالث، وكما هو معلوم يعني نحن الآن بصدد بيان أركان الإسلام الذي جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس الحديث، بينا الشهادتين، الآن نتحدث عن الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، هذا قول جمهور أهل اللغة أن الصلاة هي ماذا؟ هي الدعاء. أما معناها في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي عبادة ماذا فيها؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يعني هذا التعريف لا يخرج منه أي شيء. صلاة الجنازة لا تخرج من هذا التعريف،
ليس فيها ركوع وسجود طبعا، لكنها ماذا؟ مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فهذا والله أعلم تعريف جامع شامل لجميع الصلوات. والأصل في الصلاة إذا أطلقت في الكتاب والسنة، إذا أطلق لفظ الصلاة في الكتاب والسنة فإنه يراد بها العبادة، عبادة ذات أقوال وأفعال. نقول الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك كانت أول شريعة أو شعيرة تفرض هي الصلاة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج كما هو معلوم، كانت في الأول 50 صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بموسى عليه السلام كان يقول له أن أمتك لن تستطيع ذلك، إلى أن كانت 5 صلوات بأجل 50 صلاة. وهذا من فضل الله تعالى ومن نعمة الله تعالى ومن رحمة الله تعالى بعباده، كانت 5 صلوات بماذا؟ بأجل 50. والمقصود بإقام الصلاة، إذا نتحدث عن الصلاة كركن ثاني من أركان الإسلام يراد بها الصلوات 5، لأنه كما هو معلوم ليس عندنا الصلوات 5 فقط، عندنا صلوات أخرى مسنونة، صلوات أخرى مستحبة، لكن الصلوات 5 هي المقصود بها ماذا؟ أركان في الدين. إذا قلنا إقام الصلاة أي المقصود بالصلاة هي الصلوات 5، وتلك الصلوات المعلومة، وتلك الصلوات